موضوع الفيديو ده زي ما هو واضح من العنوان بتاعه هو موضوع انا شخصيا اكتر من مرة كنت حابب اتكلم عنه، ولكن طبعا الموضوع اتفتح تاني وتالت ورابع مع نزول كذا لعبة السنة دي. 2019 سنة بدايتها اكتر من ممتازة للالعاب الخطية زي Resident Evil 2 Remake ومترو اكسدس وديفل ماي كراي 5، ودول العاب قدموا تجارب خطية ممتازة، وظهر الكلام ده سواء من خلال التقييمات او انطباعات واراء الناس للعبة الالعاب دي، او المبيعات اللي ظهرت بشحن لعبة زي Resident Evil 2 Remake لاربعة مليون نسخة على سبيل المثال. ولكن في بعض الناس ليهم رأي دايما بيتقال، وهو ان الالعاب دي ما تستاهلش $60، او ممكن نروح لرأي التاني هو هنتكلم عنه بشكل اكبر في الفيديو ده، وهو ان الالعاب دي ما تستاهلش تقييمات عالية عشان هي العاب خطية وما تستاهلش $60. وهنا هقول رأيي كواحد بيقدم رأي ونقد الفيديو جيمز من خلال مراجعاته بشكل منتظم، واقول ليه انا شايف ان الحكم على اللعبة من خلال السعر ممكن يكون مش صح في بعض الاحيان او مش منطقي. وقبل ما ابتدي معاكم في نقطة مهمة، لازم اقول لكم كلام اللي جاي ده ملوش اي علاقة بالوضع الاقتصادي لاي دولة، وخصوصا مصر اللي انا شخصيا عايش فيها. متوسط الدخل هنا مثلا، واعتقد بعض الدول العربية ممكن تشترك معانا في نفس المشكلة، هو متوسط دخل غير مناسب لشخص ان هو يدفع اللي يعادل $60 بالجنيه المصري او بالعملة بتاعتك، واللي هنا بيساوي تقريبا 1050 جنيه. انا شخصيا لو في لعبة هضطر ان انا اشتريها بيكون عندي حلين، يا اما اشتريها بالمشاركة مع حد من صحابي، وانظمة المشاركة متاحة على ستيم وبلاي ستيشن واكس بوكس بتتيح الموضوع ده بشكل كويس، او استنى تخفيض. ممكن بعضكم يقول ما خلاص بسيطة اهي واضحة مش محتاجة نقاش، انت عامل الفيديو ده ليه؟ لكن لا، هنا في نقطة قدامي اكبر بشوفها في نقاشات مثلا على مراجعات اجنبية او على ريدت او على تويتر من ناس اكيد من دول وضعهم الاقتصادي احسن مننا، والنقاشات دي سواء بقى برا او سواء من الناس اللي من الدول اللي احنا عايشين فيها بتكرر نقاط في كلامها عن اللي قلته من شوية، ان الالعاب دي كقيمة وكجودة ما ينفعش انها تتقيم بشكل عالي عشان سعرها. وهنا ده اللي انا عاوز اتكلم عنه. اغلب النقاشات حوالين الموضوع ده بتيجي من حالة قياس عدد الساعات اللي بتقدمها اللعبة في مقابل سعرها، فدي قاعدة ممكن نطلع منها بنتيجة، زي ان لو لعبة عالم مفتوح بتقدم 50 ساعة لعب هتبقى افضل من لعبة خطية بتقدم 15 ساعة لعب مثلا. وهنا في رأيي الشخصي ده منظور غلط جدا جدا ان احنا نبص بيه لاي تجربة ايا كانت، لان المفروض ان يتم النظر لجانبين مهمين، وهما التجربة المستهدف تقديمها ورضا اللي بيلعب اللعبة ناحية التجربة دي. فزي ما قلنا من شوية، هل بسبب القاعدة اللي بعض الناس ارسوها دي المفروض ان اي لعبة عالم مفتوح متروسة نشاطات ومهمات وعالم ضخم تكون بالتالي لعبة ممتازة اقدر اديها وسام الجودة واقترحها على اي حد واقول ان دي تستاهل تمنها؟ بالتأكيد، واعتقد ان انتوا هتتفقوا معايا، لا، خصوصا ان الجيل ده مع كثرة العاب العالم مفتوح احنا شفنا امثلة كتيرة قوي لالعاب بتقدم تجارب متواضعة او مملة مش هتحقق اطلاقا عنصر الارضاء عند اللي بيلعبها باي شكل من الاشكال. وساعات الالعاب دي بتعاني من مشكلة مشتركة ما بينها وهو الحشو. لكن في العاب خطية او شبه خطية على سبيل المثال زي Uncharted, Doom او God of War، او زي ما شفنا السنة دي Devil May Cry 5 او Resident Evil 2 او Metro Exodus، الالعاب دي بمتوسط عمر تجربتها اللي بنقول مثلا ان هو 20 ساعة قدرت انها تقدم تجربة متزنة ومعقولة وتخلي اي حد بعد لما يخلصها يكون شبع منها، لانها قدرت تحقق النقطة التانية اللي انا اتكلمت عنها وهو تقديم تجربة مستهدف تقديمها بشكل صحيح. التجربة المستهدف تقديمها بتكون نقطة مهمة في تكوين اي لعبة، وبتيجي من سؤال واحد وهو اللعبة عاوزة تقدم لنا ايه. ده ملوش اي علاقة بالتصنيف بتاع اللعبة، في العاب بتصنيفات مشتركة ما بينها بس بتجارب مستهدف تقديمها مختلفة. فنيجي نسأل بقى مثلا اسئلة، هل اللعبة عاوزة تقدم مغامرة في اطار زمني صغير لعملية نجاة اشخاص من اجتياح لوباء حول سكان مدينة الزومبيز؟ هل اللعبة بتحاول انها تقدم مقتطفات من حياة مجموعة ناس بيدوروا على مكان افضل يعيشوا فيه بعد سنين من الحياة تحت الأرض؟ هل اللعبة بتحكي قصة صراع مجموعة أشخاص مع شياطين في إطار زمني صغير وجنوني وفي حالة سباق مع الوقت؟ ومع كل تجربة مستهدف تقدمها من التجارب دي بنشوف الأفكار بتاعت الجيم بلاي اللي بتخدم الشكل العام للتجربة، من أفكار بقاء على قيد الحياة أو حل ألغاز أو أكشن جنوني.
وفي وسط التجربة المستهدف تقدمها دي في اللي بنسميه زي سويت سبوت، اللي هو التوازن اللي تقدر تقدمه في تجربة زي دي بدون إضافة عناصر تخلي اللعبة تتحول لضيف تقيل عمره الافتراضي بدأ يضر التجربة بشكل عام. زي على سبيل المثال لعبة شبه خطية زي براي اللي أنا شخصيا حبيت جدا تجربتها بشكل كبير، بس فعليا كان فيها عيب إنها جت في أواخرها وبدأت تحاول تضيف عناصر جيم بلاي غرضها مط التجربة ومط القصة بشكل يخليني أقول لو كان الجانب ده مش موجود وعمر اللعبة أقصر شوية كانت هتبقى أحسن. أو في حالة تانية ما بين لعبتين زي God of War و Devil May Cry، بعض الأراء اللي أنا كنت بشوفها قدامي بتقول إن المفروض لعبة زي Devil May Cry كانت تعمل زي God of War وتقدم منطقة مفتوحة ومهمات جانبية وخلافه. مع الوضع في الاعتبار تميز التجربتين، بس مش لازم كل لعبة تقدم نفس اللي عملته اللعبة اللي جنبها. التجربة اللي كان مستهدف تقدمها في لعبة زي God of War هي رحلة شخصية فيها إحساس grounded شوية للبحث عن شيء مجهول، ورحلة فيها مغامرات وعقبات كتيرة جدا، فالاتجاه اللي مشيت عليه اللعبة كان مناسب جدا ليها. لكن لما نبص لديفل ماي كراي كلعبة عاملة زي بعض مسلسلات الانمي الجنونية بشخصياتها ودوافعها واجواءها والكومبات بتاعها، وكل ده بيعرض قصة سباق مع الوقت باسلوب لعب اركادي، وهنتكلم عن النقطة دي اكتر بعد شوية، هنلاقي ان اللعبة عرفت انها تعرض التجربة المستهدف تقدمها صح وبدون حشو ملهوش اي لازمة. فبالنظر لكل اللي انا قلته في الدقائق اللي فاتت، عامل الارضاء وعامل التجربة المستهدف تقدمها هما الاتنين مع بعض مهمين عشان نقدر نبص لاي لعبة ونقول اللعبة دي تستحق الثناء والمدح على اللي قدمته، مش النظر لعدد ساعات اللعب وبس. عدد ساعات اللعب مهم، بس النظر ليه فقط في بعض الاحيان بيحسسني كأني قدام ناس بتاكل وجبات سريعة بس كل يوم، وبدون النظر للفايدة الغذائية من الاكل ده اذا لو كان فيه فوائد اصلا. بس في نقطة كمان في النقاش حوالين الموضوع ده، زي مثلا لما حد يقول مجهود تطوير الألعاب العالم مفتوح ما ينفعش يتقارن بمجهود تطوير الألعاب الخطية، في رأيي دي برضو نقطة مش بالبساطة ان احنا نبصلها بالشكل ده، ودي بصة سطحية شوية. ايوة ممكن نلاقي ألعاب عالم مفتوح مجهود التطوير فيها ضخم وبيحتاج أعداد كبيرة جدا من الموظفين، بس في بعض الأحيان مجهود التطوير في الألعاب الخطية ما يقلش بأي شكل من الأشكال عن مجهود التطوير في أي لعبة تانية. زي مثلا لو بصينا للعبة نازلة مؤخرا زي Devil May Cry 5 تاني، في جانب الانيميشنز بالتحديد بتاعت حركة الشخصيات في الجيم بلاي وتصميمها بشكل دقيق فريم فريم جنب بعض، وتصميم الانيميشنز دي من جانب الجيم بلاي بإمكانية ربطهم ووصلهم ببعض، وخصوصا مع وجود 3 شخصيات كل شخصية فيهم ليه اسلوب مختلف وكومبوسيتس كتيرة جدا، زي مثلا 200 حركة لشخصية زي دانتي، ده محتاج ساعات شغل وتطوير كتيرة جدا ومصاريف كتيرة برضو، خصوصا لو بصينا المتوسط راتب الانيميتور في صناعة الالعاب اللي بيكون 4000 دولار شهريا لو خبرته تحت 3 سنين. وطبعا احنا بنتكلم من زاوية وظيفة واحدة ضمن فريق بيمثل اكتر من شخص بيقوم بنفس الوظيفة، ومن ضمن مئات الوظائف التانية المختلفة اللي تخص تطوير اي لعبة. فبرضو حجم اللعبة وعدد الساعات لعبها مش محدد اطلاقا لانها مثلا تصرف عليها كام، ومن هنا نقول ان اللعبة تستاهل 60 دولار ولا لا. بس على سيرة الـ60 دولار، محدش سأل نفسه ليه السعر ده دايما هو السعر اللي بنعتبره السعر الكامل والموحد لاي لعبة، والخناقة دي كلها قايمة عليه. اعتقد ان الاجابة عن السؤال ده هتودينا النقطة كمان مهمة، في ان تسعير الالعاب بالسعر ده ملوش اي علاقة باللعبة هي بتقدم ايه من ناحية الجودة ولا كم ولا مدتها كام ساعة. لو رجعنا شوية لورا في التسعينات وقت نزول لعبة مثلا زي مورتال كومبات، سعر اللعبة وقتها كان 120 دولار. لو احنا حسبنا معدلات التضخم سعر اللعبة حاليا المفروض يكون 221 دولار و40 سنت، واسعار الالعاب ما كانتش ثابته برضو، كانت ممكن تتراوح ما بين 90 ل 120 دولار، وساعات اكتر في الفتره بتاعت التسعينات. طب ايه اللي خلى الموضوع يتحول لاسعار ثابته تدرجت ما بين 40 دولار مرورا ب 50 وبعدين 60؟ السبب هو اتباع بعض الشركات للسياسه سعر ثابت يقدر الجمهور ان هو يتوقعه لما لعبه جديده تنزل، بغرض ان يحصل تجنب لاي تاثير سلبي على المبيعات لما يلاقوا مثلا اللعبه نازله بسعر 120 دولار
او اكتر، واللي بيساوي حاليا في 2019 تقريبا $200. وسعر $60 اللي ثابت تقريبا من الجيل اللي فات بيجي من خلال تقسيمهم على كذا جانب. في $27 من الستين دول بيروحوا للناشر، $15 بيروحوا لمحلات البيع، $7 للمرتجعات، 7 رسوم لوجود اللعبة بصفحة مخصوصة على شبكات زي بلاي ستيشن والاكس بوكس لايف، $4 مصاريف نقل وتوزيع الالعاب في السوق. التقسيمة دي بتفضل موجودة باشكال مختلفة، وفي حالة النشر ديجيتال الرسوم دي ساعات بتختلف، او النشر بشكل مستقل ممكن يتقطع بعض التكاليف وسعر اللعبة يقل، او ممكن يفضل زي ما هو. السعر ده من الممكن يكون في بعض الاحيان مش كافي في وجهة نظر بعض الناشرين لتغطية تكاليف انتاج وتطوير اللعبة، فده ممكن يؤدي لظهور النسخ الخاصة من الالعاب او بري اوردر بونسز او سياسات مادية زي مايكرو ترانس اكشنز والسيزون باسز والديلتيز، وده كاساليب تعويض للمكسب وتغطية تكاليف. اعملوا العاب محترمة وحلوة وبعدين الناس هتشتريها من اول ما تنزل وهتعرفوا تغطي تكاليفكم. مش موضوعنا ده دلوقتي، بس زي ما انتوا شايفين السعر ده مش معبر اطلاقا عن اللعبة بتقدم ايه. السعر ده غرض منه تسويقي بشكل اكبر تحت حاجة ممكن نسميها السعر المتوقع من الجمهور للعبة جديدة. اخر جزئية انا عاوز اتكلم عنها ترجعنا للكلام عن تجارب الالعاب الخطية نفسها، وتحديدا تجربة انا شخصيا شايف انها تهمشت على الرغم من اهميتها، وهي قيمة الاعادة. قيمة الاعادة جزء من جذور صناعة الالعاب، خصوصا مع بدايتها باجهزة الاركيد اللي كانت بتعتمد على فكرة المحاولات، وانك انت تتعلم من غلطاتك وتعيد المحاولة بشكل افضل، او تحاول انك انت تعلي السكور بتاعك. مع الوقت كاختيار في التصميم دايما كانت فكرة قيمة الاعادة بتكون في اعتبار كل المطورين، ازاي اخلي اللي بيلعب يحب ان هو يعيد التجربة تاني عشان ممكن يشوف حاجة جديدة، يخلص المراحل بشكل مختلف، او يحسن من ادائه في اللعبة. دي حاجة انا دايما بشوفها في تجربتي لبعض الالعاب الفترة دي، بس للأسف هم مش كتير، وللأسف برضو لما بيكونوا متقدمين بشكل ممتاز بيتم غض النظر عنهم واعتبار قيمة الاعادة حاجة ملهاش لازمة. لعبة زي دوم مثلا قدمت مثال كويس لقيمة الاعادة من خلال اسلوب تصميمها بنظام روك بيبر سيزر بين انواع الوحوش والاسلحة واساليب استخدامها، وده ادى امكانية لوجود قيمة اعادة انك انت ترجع تخش المواجهات وتعرف تستخدم حالة التوافق والتبديل ما بين الوحوش واسلحتك. بس اللعبة كانت ممكن تيجي في اواخرها وبترمي كل كروتها قدامك وتقول لك ده اللي عندي. بس ديفل ماي كراي 5 مؤخرا كانت مثال عظيم في قيمة الاعادة يخليها فعلا تستحق اي مبلغ الدفع فيها، وده من خلال ان اللعبة لحد اخر لحظة بتفضل تديلك حاجات جديدة بتمثل حالة اغراء انك انت تعيد اللعبة التاني لاسباب تتنوع بين انك انت تحسن الرانكس بتاعتك، تطبق كومبوهات اتعلمتها، او تستخدم حاجات اللعبة قدمتها لك في اواخرها في اخر لحظة فيها من اسلحة وقدرات. ديفل ماي كراي 5 كان فيها روح العاب اجهزة الاركيد القديمة في الجزئية دي. ممكن يكون حد زمان في الثمانينات صرف ضعف تمن النكرة بتاعت الاركيد على محاولات في العاب زي باكمان او دونكي كونج، لان قيمة الاعادة بسبب السكورينج سيستم على سبيل المثال دفعته لان هو يعيد المحاولات دي اكتر واكتر. طبعا ديفل ماي كراي 5 ما كانتش لعبة بسيطة، لانها لعبة فيها اكتر من كومبت سيستمز متعمقة ومتشعبة شفتها في اي لعبة لحد دلوقتي، تخلي لعبة زي دي بتقدم 15 ساعة على الاقل في مستوى صعوبة متوسط بالمستوى ده من التصميم، وبتكون في الاخر بمستوى قيمة عالية جدا. وطبعا هي كان معاها العاب تانية كتير، ومن هنا ده اللي انا حبيت اقوله لكم كرأيي عن موضوع قيمة الالعاب الخطية وهل تستحق $60 ولا لا. واللي انا شايفه شخصيا ان صياغة السؤال نفسه مش في محلها، لان اغلب الوقت $60 مش بتكون مقياس يقول لنا اللعبة دي تستحق اني تقييم ولا كم من 10 لو حد مهتم بالتقييمات الرقمية. وسبق قلتها ده ما يمنعش ان في العاب ساعات عمرها شيء ضروري نبصله، يعني ما ينفعش مثلا لعبة زي The Order 1886 وقت نزولها في فبراير 2015 كانت تقدم 6 ساعات لعب اغلبهم كات سينز بجيم بلاي متواضع جدا وزيرو قيمة اعادة. اللي انا قلته من في الدقايق اللي فاتت دي كلها زي ما انا قلت لكم في الاول وهقول تاني، جاي من النظره النقديه لاستحقاقيه الالعاب دي للسعر ده ولا لا، وعرض لكل العوامل اللي في وجهه نظري ما تخليش السعر في اوقات كتير حاجه تحدد مستوى اللعبه وتجربتها. ده طبعا كله بعيدا عن الاوضاع الاقتصاديه اللي بتكون عامل تاني تماما نبصله في قرارنا لما نلعب اي لعبه.
بس ده كان رأيي، انا عاوز اسمع رأيكم. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس بتاع التنبيهات، واشوفكم في فيديو جديد.